يرمي كل الحكي والكلام هذا للشوط الثاني. ضربة حرة مباشرة تتلعب على طول خطيرة ولكن تبعد 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 ترجع مرة ثانية الآن لاعب السجوة يرجع مرة ثانية حصلها النادي الأهلي أحمد داخل منطقة 18 بعض ما قلت لكم إضافة ما قلت لكم الحقيقة لاعب عنيد لاعب صديد لاعب قوي لاعب يمتلك إمكانيات خطيرة لاعب قدرات غير عادية في الاختراق في التسجيل في المهارة في الثقة في إعادة البسمة للجمهور الأحمر إعادة البسمة للجمهور الأحمر هذا هو أحمد خليل شوف تقدم في مكان الحقيقة غير عادي في مكان أبداً ما حد يسجل فيه إلا أحمد خليل هذا هو صندوق الأهلي الأسود هذا هو نعم حاول شوف كرة توصل أحمد خليل عدى على طول عدى ومر صندوق الأهلي الأسود نعم هو فيه أسرار خط هجوم النادي الأهلي موجود في هذا اللاعب أحمد خليل